لكم، نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وأخيرا هدى في اليوتيوب. عرفتي دابا راه وقيله اكثر من جوج سيمانات ما حطيت حتى شي حاجة. عرفتي توحشتكم بزاف بزاف بزاف، توحشت ندخل كوزينتي، توحشت نطيب، توحشت نشارك معكم وصفات اللي تكون زوينة ولديدة، توحشت ندير معكم بزاف ديال الحوايج. ولكن الله غالب، راكم عارفين خدمتي واللي هي مصدر رزقي كيف ما كنقولوا، ف من سابع المستحيلات انني نوفق ما بين خدمتي وما بين يوتيوب. امبوسيبل، كان تيخصني يعني حاجه وحده فيهم اللي نخلي وطريت اليوتيوب، ما يمكنش، ما عنديش كيفاش ندير والله غالب. ف نتوما كلكم عارفيني باللي كنصور جوج ديال الاعمال، كنصورهم اون باراليل، لانه بجوجهم هاد الاعمال بجوجهم مع شركه انتاج وحده. كنصور سيت كومز نقد السعاده اللي غيدوز ان شاء الله على القناه الثانيه اللي غادي تشوفوا ان شاء الله في رمضان، بالضبط مع القطه ديال الفطور ان شاء الله. وايضا كنصور البرنامج ديالي اللي هو وصفات هدى اللي غيدوز ان شاء الله على القناه الاولى، اللي شي حاجه زوينه زوينه بزاف. وشو نقول لكم، حرصت على انني في البرنامج ندير وصفات اللي تكون بنينه، وصفات اللي تكون سهله في التحضير، وصفات اللي نقدر ندخل للكوزينه ونصوبها في رمشه عين. وايضا حرصت على ان يكون عندي بزاف ديال الشربات، لانه يعني شحال هذه انا كنت يعني كنشوف لي كومونتير شنو تتقولوا ليا، درت بعين الاعتبار هذه الاشياء. فنوعت لكم في الشربات بزاف، نوعت لكم في العصائر بزاف، وايضا نوعت لكم في بزاف داكشي ديال المملحات وكذا، داكشي اللي غيتحطوا في طبلات الفطور. وبطبيعه الحال درنا تكريم، واحد التكريم اللي هو زوين بزاف ل 12 جهه اللي عندنا في المغرب. المهم بلا ما نحرق المراحل، خليو داكشي ان شاء الله حتى تشوفوه في البرنامج. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الاشهار ديال البرنامج اللي غيدوز ان شاء الله في رمضان، نخليكم تشوفوه ونرجعوا نتلاقاو. بزاف منكم اللي كيعرف هدى صدقي الفنانه، ولكن اليوم غادي ندخل دوركم كانسانه كتعشق الطبخ. ماشي محترفه وماشي استاذه، ولكن كنبغي نطيب ونجرب الشهيوات. اليوم بغيت نتقاسم معكم هذا العشق باطباق ووصفات اغلبها من قلب المطبخ المغربي. المهم بالنسبه ليا هو انها تكون بنينه وسهله في التحضير، باش حتى نتوما تقدروا تجربوها وتشاركوها مع احبابكم. زوينين ديالي، انا اليوم عندي رولاش او لا روبو، نهار ديال الراحه ديالي اللي كيكون عندي مره في الاسبوع. فاليوم قلت له دابا راك من داك العكس، حيدي العكس عليك، نوضي صوبي شي حاجه اللي تكون زوينه وشاركيها مع المتتبعات ديالكم. عرفتي البنات، انا راه ريحه رمضان راه ما كدورش عندي في الدار، لانه يوميا كنخدم، وتا هاد الروبو شحال هادي ما خديتوش، مازال ما صوبت لا سلو لا بريوات لا داكشي المالح، راه حتى شي حاجه ما عندي. ما نكذبش عليكم، نتوما ماشي برانين عليا، انا ان شاء الله غادي نسالي الخدمه ديالي الاسبوع الجاي، والله العظيم غادي ناخذ من عند ام عماد. كلكم كتعرفوا ام عماد هي اللي غادي تعتقني، باش على الاقل غير باش ندوز داك الاسبوع الاول ديال رمضان، وعاد داك الساعه نبدا نوجد شويه بشويه، وداكشي اللي غادي نوجدو غادي نشاركو معكم. فاليوم قلت نشارك معكم شي حاجه اللي تكون سهله وخفيفه وظريفه ودغيا كتصاوب. غنشارك معكم واحد البسيطلات اللي كيجيو بسيطلات بالدجاج، اقتصاديين، المقادير اللي فيهم متوفرين في كل بيت. ثاني حاجه كيجيو ولدادين بزاف 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. انا خدمت واحد الكميه غير صغيره داروا بها بنياتي الكوتي صافي، ولكن نتوما باش ديروا كميه كبيره وتقدروا باش تخزنوهم في الكونجيلاتور لرمضان، غديروا دجاجه كبيره، ديروا جوج دجاجات، ديروا ثلاثه دجاجات، وكل دجاجه كيكون كل دجاجه كندير ليها بصله كبيره. انا خدمت غير بواحد الدجاجه صغيره، نتوما منين غتخدموا جوج دجاجات غديروا البصله تكون كبيره باش هكا تعطيكم الضغميره. بلا ما نطول عليكم بزاف، ندوزوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي دجاجة واحدة صغيرة بالحق، غير صغيرة، كل واحد فيكم يستعمل على حسب الكمية ديال أفراد العائلة. دجاجة كبيرة، نص دجاجة اللي بغيتو. عندي هنا بصيلة واحدة مشلضة، عندي شي شوية ربيع قزبر ومعدنوس، غير شي شوية. بالنسبة للعطرية غادي نحتاج هنا شي شوية السمن، شي شوية ديال التومة محكوكة،
عندي شي شويه سكين جبير، شي شويه ديال الخرقوم بلدي، عندي هنا شي شويه ديال البزار، وعندي طريف ديال الحامض مصير، وطبيعه الحال الزعفران الشعر اللي رقدتو شي شويه ديال الماء سخون. يا بسم الله توكلنا على الله. المهم شوفوا انا فرحانه بالطنجره ديالي، تنرد الدجاج يطيب وغادي نوريكم هذا السيرفيس. يلا خديته على ود عجبني هذا اللون، تماشى ليا بزاف مع الشكل اللي عندي في الكوزينه. عندي الكوزينه كلها في البيض وداخل فيها هاد مرخمه زعما بحال هكا، عجبني هذا البيض والدوغي. نسالي ونوريكم السيرفيس، هذه كنت خديتها من عند ساكا كويزين. طنجره زوينه. اول حاجه غادي ندير بصيله، غادي ندير طريفات ديالي ديال الدجاج، ندير شويه د الربيع، وغادي ندير بزار غير شويه، كنجبير، كم بلدي، غادي ندير شي شويه ديال السمن، غادي ندير الثومه. هنا عندي تقريبا واحد جوج دروسه ديال الثومه محكوكين. هاد البسيطلات كيجيو ما كاين ما ألد منهم وما كاين ما أسهل منهم، وبطبيعه الحال هادشي كله متوفر في اي بيت مغربي. غادي ندير الزعفران الشعر، ماشي دابا تنقلي الدجاج، والحامض مصير حتى هو ماشي دابا تنقلي الدجاج، بلاتي شي شويه. انا هنا الا لاحظتوا راني ما درتش الملحه، علاش؟ لانه عندي الحامض معسل مزيان وشارب ليا الملحه، فحتى الاخر وغادي ندوق الا خصني الملحه غادي نزيد شي شويه صافي، وغادي نديه فوق البوطه باش نقليه. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تسخن مزيان وتبدا تشحر ليا، ومره مره غادي نقلب هذاك الدجاج نقليه، وداك الساعه غادي نضيف ليه شويه ديال الزويته بلديه والحامض مصير والزعفران الشعر. صافي الدجاج ديالنا من بعد ما تقلى مزيان يا دوري. دابا غادي نزيد شويه ديال الزيت البلدية، غادي نزيد الزعفران شعرة اللي رقدتو شي شويه ديال الماء، هاد الزعفران لاصق ليا هنا ما غاديش نضيعو، وغادي ندير الحامض مصير، داك الماء ديال الحامض، وهاد الطريف غادي نقطعو بحال هكا. صافي ما غادي نضيف لا ما لا حتى شي حاجه، لانه البصيله كطلق ليا الماء مع داك نص كاس الماء اللي درت ديال الزعفران الشعرة. الله يجعل البركه، غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب على مهل، وملي طيب داك الساعه نطلقها. ولكن دابا غادي ندوز باش نوريكم ما تبقى ليا من السيرفيس اللي عاد خديت. ها السيرفيس ديالي، خديت جوج طنجرات وخديت معاهم ثلاثه ديال المقيلات ديالهم. كاينه هاد المقيله هادي، هادي الحاجه كاملين، وكاينه هادي، هادي مويان، شوفوا لي ديده شحال زوينه. وخديت هادي، انا هادو حمقوني لان خدمنا بهم في البرنامج. المهم حتى الاخر وغادي نعاود لكم كيفاش على قضيه البرنامج حتى الاخر ديال الحلقه ان شاء الله، اولا الحلقه ديال الاخر ديال الفيديو. انا هادشي ولا كيتلف ليا ما بين الحلقه ديال البرنامج والفيديو ديال اليوتيوب. ها هما ثلاثه بحال هكا، وهذه الطنجره، هاد الطنجره كبر من الاخرى، هذه كبر من الاخرى، هذه غارقه. هذه في البرنامج كنت كنطيب فيها الشوربات صافي، وهذه الغطيه ديالها بحال الاخر صافي. انا هنا شوفوا معايا راه كنطيب لهي وكنطيب هنا، وك 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 رد المروزيه كطيب. هادي باش زوين يكونوا عندك جوج بوطات، لهي كنطيب لكم الدجاج اللي غندير فيه البسيطله، هنا كنطيب المروزيه ديال الغدا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. صافي الدجاج ديالنا ها هو راه طاب كيف ما شفتوا معايا، ما درتش ليه بزاف ديال الماء، داك الشويه ديال الماء اللي رقدت فيه الزعفران الشعره. صافي اللي زوين في هاد الطناجر هما كيحافظوا لنا على داك الماء، ما كي المريقه ما كتوكحش دغيا. غادي نحيد هاد الدجاج هكا على جنب،
صافي هاد الدجاج غادي نخليه على جنب حتى كيبرد مزيان، داك الساعه غنحيدو ديك الجليده ودوك العظيمات وغادي نفردتو بحال الشكل ديال البسطيله العاديه اللي كنديرو. وهنا بالنسبه للمريقه غادي نخليها شي شويه مازال تزيد تقلى حتى كتذوب لينا ديك البصيله وكتوقف في دامها. صافي وداك الساعه نتلاقاو. الغميره ديالي وقفات حتى كتعزل الزويته ديالها بحال هكا، البصيله كتعسي مزيان وكيولي يبان لكم بحال هكا، كتولي البصله في جهه والزيت في جهه. صافي بهذه الطريقه كنعرف باللي الغميره ديالي راها واقفه مزيان وديك البصيله راها معسله. دابا انا غادي نطفي عليها وغادي نمشي نفرتت الدجاج ديالي، ملي غنفرتو داك الساعه غادي نزيدو على هاد الغميره هادي. ها مروزيتي قريبة توجد، كتجي معلكة والحيمة كتجي محمرة ومجمرة، تجي واقفة في دامها. إيوا صافي دابا غادي نخليها تتوجد واحد شوية ونمشيو نتغداو ومن بعد نكمل معاكم التطويط. الدجاج ديالنا ها هو من بعد ما برد مزيان فرتتو بحال هكا على هاد الشكل. وهنا عندي الغميره هي هادي، غنضيف عليها الدجاج لانه الدجاج عندي ناشف اللي غادي يفزق لي الدجاج ويخلي البساطلات ديالو يجيو معلكين هي هاد الغميره هادي. بالنسبه للملحه انا منين طابت الغميره راني دقت لقيت الملوحه هي هاديك، يعني ما احتاجيتش انني نزيد الملحه، داك الحامض المصير اللي درت الله يجعل البركه حتى نتوما ردوا البال من هاد القضيه باش ما يجيوكمش مالحين. ما نقدرش نوصف لكم البنات هاد البسيطلات شحال كيجيو لذاد 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 لذاد، هاد الحشوه كتجي رائعه رائعه رائعه، كتجي بنينه بزاف، يعني شي حاجه اللي هي مختلفه وكناكلو شي حاجه اللي فيها البنه ديال التمغربيت. زعفران شعران حامض مصير سمينه كيجيو رائعين وكيجيو محمضين كيجيو فنين فنين. صافي والبسيطلات ديالنا ها هما وجدوا. صافي دابا غادي ندوزو باش نبداو نعمروهم. هادي شويه كمشه سرحها الجهه الرطبه هي اللي كندير لتحت والجهه الحاشه هي اللي كندير الفوق، وهادو غادي نخالفهم. غادي ندير هنا شويه ديال الحشوه صافي، وغادي نجمع غنجمع وغادي نبدا نلصق بالماء والدقيق على هذا الشكل هذا. صافي وكنضغط على البسيطله ديالي بحال هكا باش كتاخذ ليا ديك لافور، وهاهي ندير معكم وحده اخرى. بغيت نقول لكم على واحد القضيه، انا هنا دوبلت الورقه،
نقول لكم اشنو درت. حتى ساليت بانت ليا مهنه شفافه، لان الورقه اللي خديت رقيقه بزاف، وخفت لا تفرقع عليا ولا شي حاجه في الفران، فعاود دوبلتها عاوتاني. نقول لكم اشنو درت ليها. خديت ورقه بحال هكا، شي ورقه اللي خديت مع هذا البخار، وعرفتي رقيقه بزاف الورقه هذه البسيطه اللي صوبت هي هذه. شنو درت؟ هذا الوجه ديالها رجعته لتحت، والقفله ديال البسطيله هي اللي الفوق هي هذه، صافي، وغلفتها بحال هكا على الطريقه هذه. الا كان عندنا شي فائض ولا زائد الورقه كنحيدوه، صافي، وكنضغط على هكا. هيا يعني شوفوا دابا الفرق ما بين هذه وهذه. هذه باقي ما دوبلتهاش، مازال ما درتش لها الثالثه، وهادو هما مدوبلين. صافي، انا غادي نكمل بحال هكا حتى نكمل البسطلات ديالي كاملين، وغادي ندخلهم للفران باش نطيبهم، وداك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطلات اللي شاركت معكم اليوم، اللي كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم، كيجيو محمرين، كيجيو مقرمشين وزوينين، وكيجيو لذاد 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. زوينين ديالي، كنتمنى هاد البسيطلات اللي شاركت معكم اليوم يكونوا عجبوكم ونالوا رضاكم، وصراحه كنتمنى انكم تجربوهم، لانهم كيجيو لذاد 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 بزاف، وساهلين في التحضير. كنتمنى ان شاء الله تشاركوا معايا التطبيقات ديالكم، وانا كنوعدكم بلي ان شاء الله في رمضان واخا كاين البرنامج اللي غتستافدوا منه، واخا هكاك غادي نشارك معكم وصفات اللي غتكون رائعه. وتسناوني، كاينه واحد المفاجاه غنشاركها معكم من بعد، اللي غتكون حتى هي في رمضان، شي حاجه اللي هي طوب وزوينه بزاف، وايضا بروفيسيونيل. وتاني حاجه كنتمنى دوك الطنجره اللي شاركت معكم قبيلات يكونوا عجبوكم. فنبغي نقول لكم واحد القضيه، كنبغي نوجه واحد الشكر خاص وشكر كبير بزاف لساكا كويزين، لانهم هما اللي تكلفوا باي حاجه في الكوزينه ديال البرنامج. المنتجه اللي انا خدمت معها في هذا البرنامج تعاملت مع ساكا كويزين، وهما اللي جهزوا لنا الكوزينه من مجاميع. وما شاء الله نتوما غتشوفوا البرنامج، لا ديكوراسيون، الما عند الهبال، كل شيء زوين. فنبغي نقول لهم شكرا لكم، شكرا على التعامل ديالكم زوين، شكرا على ما عندكم زوينين. انا ديك الطنجره اللي شفتوها معايا قبيله، لانه صورت بها في البرنامج وعجبتني، داكشي علاش مشيت خديتها. هادشي اللي كاين الناس اللي غيسولوا عليهم، انا غادي نخلي لكم جميع العناوين ديالهم وارقام الهواتف ديالهم في صندوق الوصف. نتلاقاو معكم ان شاء الله في الحلقه الجايه الا بغى الله، وبسلام عليكم.